هلو برايد، شكو معكو؟ غيركم بالكلب معكو. كتير منكم حكولي سلمى سوي لنا فيديوهات قصص رعب او قصص محرجة تبع المتابعين، فانا هون اسوي الشي اللي بتحبوه. سو مثل ما عم تشوفوا بعنوان الفيديو، اليوم رح نسوي قصص متابعين المحرجة. اكيد حطيت الستوري على انستغرام ومنكم ما شاء الله كتير اجتني قصص، فالمرة الجاية اذا بدي اسوي قصص متابعيني المحرجة المرة الجاية البارت 3 راح ما راح احط المرة ستوري، راح اكمل من القصص اللي بعتوا لي اياها، لان حرفيا اكثر من 300 قصة والله وصلتني واخذت منها تخيل بس 10، تخيلوا. فلهيك اذا بدي احط قصص متابعين محرجة بارت 3 راح اخذه من القصص اللي عندي عشان اكمله، لان العيب انكم تحكوا لي قصصكم وانا ما اروح احطها. اذا مستعدين يلا نبلش. سو كتبت هون قصصكم، ما ادري اذا راح احط قصصكم هون، يعني احط القصة هون. بكره شيء اسمه مونتاج، فإذا كان إلي خلق إني أمنتج رح أحط القصص هون، إذا ما كان إلي خلق ما رح أحط القصص هون، وكمان ما لي خلق إني أضل أشطب على الاسم، لأن كتير عالم حكت لي لا تحطي أسماءنا، فكل ما رح يكون بدي أحط القصة رح أشطب اسمه فيا إذا شفتوا القصة محطوطة هون عرفوا إنه كان إلي خلق للمونتاج، إذا ما شفتوها عرفوا إنه أنا منتجت غصب عني. A few minutes later. الموقف نازلة أنا وصديقتي من الدرج وطاح واحد كان نازل قدامنا، أنا انفجرت ضحك، ولما وصلت للمكان اللي طاح فيه هو طحت أنا كمان. الدنيا دوارة وهذا أسرع مثال. ثاني موقف كنت على نفسي وأني صغيرة والحين مكملة عمري 18 سنة. الموقف الثالث بيحكي مرة كان عنا عرس ومتكشخة ومسوية ميك اب واهلي عصبوا لان تأخرنا من الاستعجال، لبست نعال امي ورحت للعرس. مرة عصبت من الاستاذ من طلعت كنت بحكي عليه قدام صديقي، لما التفتت لقيته ورا. حرفيا انا كمان صار معي نفس الموقف، يعني استاذ زب على العربية اللغة العربية وحكيت عليها، فهي لازم تحترم رأيي لان انا حكيت عليها برا الفصل وبالفصل لازم تعاقب. كان ابي متخانق مع امي وصرت اقوي امي على ابي واقولها لا تسكتي لي وردي بوشه، وفجأة لقيته خلفي. الحمد لله. في مرة كنت جالسة على الطاولة في المدرسة وكانت عندنا حصة علوم وكنت قاعدة أهز رجولي وفجأة أطيح وأنا على الطاولة. أنا كمان على فكرة صار معي نفس الموقف بس مو بالمدرسة، عند عالم كنا معزومين وكان كرسي زي هاد بس عنده إيدين من جنب، كنت يعني كل شوي أهز على الطاولة أهز أهز أهز، آخر شيء هزي قمت وقعت لورا انا والكرسي، وصار كلهم يجوا يقولوا لي ضررتي شبكي هيك وهيك، وفي عالم بتضحك علي، فانا عشان اسكت العالم بتضحك علي بحكي بقوم هيك عادي ما في وجع، شوفي لا والله ما في وجع، بس انا عظامي متكسرين على الاخر. الموقف الثامن بيحكي مره كنت طالعه انا وبنت خالتي فضيعت بنت خالتي وضليت ادور عليها وشفت بنت لابسة مثلها ورحت ضربتها كف وطلعت مو هي، هالبنت رجعت ضربتني ولهسه منحرجة. أنا كمان بيصير معي زي هيك ولحد هلا، من لما كنت صغيرة لحد هلا، كل ما أطلع مع أهلي بتركهم وبفكر عالم تانية هن أهلي ما بشوفهم، بضل معاهم هيك ماشي بنفس الخط، لا هني بيحكوا لي شو بتعملي معانا ولا اهلي بينادوني، انا لحد ما اكتشف لحالي. مره فتت موضوع ويا استاذه وقلت لها نجبي، يا اللي ما فهم يعني نجبي ما بعرف اذا نطقته صح، يعني انطمي. والله نفسي احكي هاي انطمي لكذا استاذ واستاذه كانوا لابسوني.
بس يلا ما علينا. في موقف معنا واللي هو الموقف العاشر، فتت على محل سوبر ماركت وهو بيعرفني، قال لي عاش من شافك حبيب القلب، مت انا مثل الحمار قلت له الله يشوفك. حرفيا 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 يا كتر ما برد زي هيك، يعني انا لعبتي هالردود لعبتي، يعني انت بتحكي لي شيء بالشرق وانا بجاوب بالغرب. صراحه اكثر موقف وصلني واللي هو بيربح معانا بهالحلقه، ربي سترني افضح حالي. ليش صراحه اقنعني انه ما لازم نحكي موقف المحرج لان ما حدا شافه. الله ستر. اذا لقيت كومنتات كتير على الرعب رح اسوي فقرة الرعب، اذا لقيتها على القصص المحرجة رح اسوي قصص محرجة. وهيك حبايبي يكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى يكون حبيت، بحبكن كتير كتير كتير، نلتقى بالفيديو الجاي، باي باي.